عن أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كالضرمة من النار. الضرمة كيف تأتي بالسعف؟ السعف الشيء الذي يبس، وسعف هذه أغصان النخل إذا يبست. إذا الآن أوقدت فيها النار هذه واشتعلت، كم تحتاج إلى أن تنتهي بسرعة لأنها يابسة. فمعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة ومن علاماتها أن تنزع البركة من الزمان. كنا قبل سنوات، يعني عندما يمر العام ترى العام طويل، الأسبوع يعني طويل، الشهر فيه طول، لكن الآن نرى أن اليوم يمشي، الأسبوع يمشي، شهر رمضان يأتي في عز الصيف، والنهار طويل، يمر يمر اليوم ويمر الشهر مع أنه طويل لا تشعر بطوله. تنزع البركة من الأزمنة. لكن والله أعلم أن الإنسان الذي يشتغل بالدين وبالأعمال الله سبحانه وتعالى يبارك له، بادروا بالأعمال فتنا. ويعني من أهل العلم من ترى في حياته البركة من تأليف ومن قراءة ومن دراسة ومن قيام ومن قراءة قرآن ومن تجد عنده بركة لأنه بادر بالأعمال، فيبارك الله سبحانه وتعالى له.